السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في برنامج أحاديث خير الأنام لليوم 15 من شهر رمضان المبارك. قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، والخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. ألقاكم في حديث آخر بحول الله تعالى من أيام رمضان. سلام.